وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إطار مكافحتها لجرائم الجلب والاتجار في المواد المخدرة خلال شهر، تمكنت من ضبط 10,947 قضية اتجار في المواد المخدرة. تواصل أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها المؤثرة والحاسمة لمكافحة جرائم الجلب والإتجار في المواد المخدرة لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وقد أسفرت تلك الضربات خلال شهر عن ضبط 10,947 قضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 12,207 متهمين. كما أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط أكثر من 14,200 كيلوغرام من مخدر البانجو وكمية من مخدر الحشيش تزن قرابة 8 أطنان ونحو 589 كيلوغرام من مخدر الهيروين. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أكثر من 287 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وقرابة 128 كيلوغرام من مخدر الآيس وكمية من مخدر الأفيون تزن قرابة 26 كيلوغرام. وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أكثر من 179 ألف قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية وقرابة 160 ألف قرص مخدر لعقار الترامادول وأكثر من 3,000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 777 مليون جنيه. وعلى صعيد التصدي لجرائم غسل الأموال، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 قضايا بقيمة مالية بلغت 170 مليون و200 ألف جنيه متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة. ونجحت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 25 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان. وتستمر النجاحات الأمنية التي تسجلها أجهزة وزارة الداخلية في تصديها لجرائم الجلب والإتجار في المواد المخدرة وضبط القائمين عليها لحماية البلاد من تداعياتها وآثارها السلبية على المجتمع.